أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات علم الأحياء. وفي حلقة اليوم نستكمل الجزئيات أو الموضوعات المتعلقة بالحمض النووي الجي إن إيه والمعلومات الوراثية، ونختص في حلقة اليوم جزئية مهمة جدا وهي الجي إن إيه في أوليات النواة وفي حقيقيات النواة. في بداية الحلقة بنرحب بالأستاذة أمل المنير، معلم خبير ووزارة التربية والتعليم، وإن شاء الله تشاركنا في حلقات الدي إن إيه والمناقشة اللي هتتم بإذن الله. أفكركم أن تليفوننا هو 25-75-61-87، أقوله كمان مرة 25-75-61-87. الاتصالات عشان هي عاملة ما زالت أزمة، دايما هتبقى الاتصالات في الحلقات في النصف الساعة الأخير من الحلقة، حتى يكون هناك جزء من النصف الأولاني في شرح الموضوعات بشكل تفصيلي وواضح بدون قطع بالاتصال. الحلقة دي والحلقة القادمة أيضا اللي هتبتدي بإذن الله من الساعة 2:30 برضو هتبقى نص الساعة الأخير منها هيكون لفتح الاتصالات وأسئلتكم في أي جزء من المنهج لغاية ما احنا واقفين. أفكركم بجزء احنا كنا تناولناه في الحلقة أو الحلقتين السابقتين، كان عن تركيب الدي ان ايه وتضاعف الدي ان ايه، وايضا هنضيف عليها اصلاح عيوب الدي ان ايه. التركيب طبعا انتم عارفين انه بيتكون من شريطين، وكل شريط بتتكون من وحدات تسمى نيوكليوتيدات، وان النيوكليوتيدا هي وحده بناء الدي ان ايه، وتتكون من سكر خماسي الكربون يسمى ديوكسيريبوز، بتتصل بذره الكربون رقم 5 بمجموعه فوسفات، وتتصل بذره الكربون رقم 1 قاعده نيتروجينيه. قلنا القواعد وقسمناها أدينين وجوانين من البريميجينات، وسيتوزين وصيمين من تقريبا كده العكس. ماشي عكسنا. طيب يبقى قسمناهم الى مجموعتين، مجموعه اسمها بيورينات بريميجينات، والتقسيمه دي استاذ امل تقولها لنا عشان انا ما لخبطكوش اكتر من كده. اتفضل يا امل. القواعد النيتروجينيه زي ما حضرتك قلت انها عباره عن نوعين من القواعد في البيوريميدينات والبيورينات. البيوريميدينات اللي هي ذات الحلقه الواحده زي الثيامين والسيتوزين، والبيورينات ذات الحلقتين زي الادينين والجوانين. ماشي، طبعا انا يعني عجزت شويه. الشيء الثاني بالنسبه للتركيب، احنا عرفنا ان هو جزيء مزدوج، يعني بيكون من شريطين، وبترتبط القواعد مع بعضها بروابط هيدروجينيه، وفي عندي نوعين من الروابط نشات، بين الادينين والثيمين روابط هيدروجينيه ثنائيه، بينما بين السيتوزين والجوانين روابط هيدروجينيه ثلاثيه، او اسف رابطتين هيدروجينيتين وثلاث روابط هيدروجينيه. نعتذر عن الخطا مره تاني عشان برضو في لبس في هذا الجزء، فعشان كده انا باكد عليه، ما بين الادينين والثيمين في رابطتين هيدروجينيتين وليست رابطه ثنائيه، تمام، وايضا بين الجوانين والسيتوزين ثلاث روابط هيدروجينيه. بعتذر مره تانيه عن الخطا الغير مقصود. طيب نيجي نشوف بقى مع بعض فيديو كده في يفكرنا بس بتركيب جزيء الدي ان ايه، واحنا بنتفرج على الجزيء دوت ممكن احنا نبتدي نوضح ايضا الجزء الخاص باصلاح عيوب الدي ان ايه. استاذ عمل، بالنسبه لاصلاح عيوب الدي ان ايه احنا نسوي نتفرجوا على تكثيف جزيء الدي ان ايه كما واضح كده، وفي نفس الوقت نتكلم على اصلاح العيوب. اتفضل. طبعا الدي ان ايه زيه زي اي مركب بوليمرات او مركبات معقده معرضه ان يحصل ليها اي نوع من انواع التلف، والتلف ده ممكن يكون نتيجه عوامل بيئيه، ممكن يكون نتيجه تغيرات او ارتفاع في درجه الحراره، ممكن يكون نتيجه البيئه المائيه بتختلف، ممكن مواد كيميائيه، ممكن اشعاع. المهم ان الجسم البشري او الخلايا البشريه معرضه في اليوم ان يحصل تقريبا كده 5000 قاعده بيورينيه يحصل فيها التلف، اللي هي لسه قايلينها اللي هي الادينين والجوانين. طيب احنا عشان برضو تبقوا معانا في الفيديو، الجزء اللي كان بيتعرض دوت، وهنطلب برضو ان يتم اعاده عرضه مره ثانيه في عندما ندخل في تكثيف جزيء الدي ان ايه. يعني احنا برضو نكلمكم ده الشكل موجود قدامي عندي، دي النواه، والحركه الدائبه اللي موجوده جوه النواه دي هي حركه الصبغيات اللي جوه النواه، وده بيمثل المرحله اللي بتخص بعمليه الانقسام، وان كانت الجزئيه دي طبعا انتوا درستوها من قبل وعارفين الانقسام الميتوزي بين الخلايا كده، بقت هي خليتين، لكن هو كان الهدف ان هو يقول انه ده تركيب الصبغيات. لكن لما نيجي نتكلم على تكثيف جزيء الدي ان ايه ان شاء الله هنعرض الفيديو ده كمان مره
علشان نوضح هذا التكثيف الجميل اللي بيتم من اول ما كان جزيء دي ان اي وحتى اصبح كروماتين ثم اصبح صبغي. ده الجزء بتاع الاصلاح بتاع عيوب الدي ان ايه. لكن امتى يبقى الاصلاح يحصل ولا يتم، او معنى صح امتى يحصل الخطا ولا يتم الاصلاح؟ طيب ما الاول احنا عايزين نعرف الخطا، احنا قلنا ممكن يكون نشا نتيجه اي ظروف بيئيه زي ما اتفقنا، وفي 5000 قاعده بيرينيه معرضه ان ده يحصل لها. لكن طبعا ربنا حمينا، والا كان على كده لو فضلنا على الوضع ده يبقى المفروض ان احنا كل يوم اشكالنا هتتغير او صفاتنا هتختلف. طبعا ده ما بيحصلش. ليه؟ لان دايما في اصلاح عيوب بيحصل في اي خطا ممكن يحصل في الدي ان ايه، او غالبا بيحصل الاصلاح للعيوب ده. ممكن نقول ما بتوقعش غير 2 أو 3 بس من العيوب اللي ممكن لا يتم اصلاحها. ده بيتم ازاي؟ احنا اخدنا قبل كده ان جزيء الدي ان ايه ده مهم جدا، لان احدى الشريطين بيعتبر كقالب لبناء الشريط الاخر، وده كان قاله العالمين واتسون وكريك. وطبعا ده معناه ان لو حصل خطأ وحصل تلف في اي قاعدة نيوتروجينية، ممكن من خلال القالب المقابل لها نقدر نعرف الخلل ده او نقدر نصلح العيوب. ازاي؟ بيكون عندنا في انواع من انزيمات الربط، 20 نوع من انزيمات الربط. انزيم الربط بتعرف على النيوكليوتيدة التلفة ويبدأ يستبدلها باخرى سليمة. تمام. يبقى برضو في نفس الوقت احنا بنوضح هنا جزيء الدي ان ايه ان هو فعلا عبارة عن شريط او لولب مزدوج، فيعمل كل شريط كقالب لاصلاح عيوب اذا كان هناك خطأ في الشريط الاخر. وحتة اللولب المزدوج دي من خلال ما قلناها قبل كده بيرجع لارتباط القواعد المتقابلة من خلال روابط هيدروجينية، قد تكون رابطتين او 3 روابط حسب نوع القواعد. ايضا برضو بنفكرهم من خلال هذا الشكل قدامي انه الطرفين بتوع جزيء الدي ان ايه غير متماثلين، و احدهما بيبتدي بطرف 5 شرطة والاخر بيبتدي ب 3 شرط. طيب نرجع للجزئيه الخاصه بالخلل اللي بيحصل لو حصل خلل ولا يتم فيه الاصلاح. احنا قلنا هيتم الاصلاح لو انزيم الربط اتعرف على النيوكليوتيدة التالفة. هيعرفها منين؟ من خلال الشريط المقابل اللي بيعتبر بالنسبة لي كقالب. طيب امتى ما يتمش الاصلاح؟ لو حصل الخلل ده في كلا شريطي الدي ان ايه في نفس الوقت وفي نفس اللحظة طبعا، ففي الحالة دي خلاص حصل مشكلة في الناحيتين. هيتعرف ازاي على القالب؟ او هيتعرف ازاي على النيوكليوتيدة التالفة عشان يجيب لها الصالحة ليها؟ فبالتالي شرط علشان يحصل اصلاح عيوب ان يكون عندي جزيء الدي ان ايه، وجزيء ده انا دارس ان هو عبارة عن شريطين، فاحدى الشريطين يعتبر كقالب لبناء الشريط الاخر، وكقالب برضو الاصلاح اي تلف يحصل في اي نيوكليوتيدة في الشريط الاخر. لكن لو حصل التلف في الناحيتين في نفس ذات الوقت طبعا، ففي الاكيد في الحالة دي مفيش عندي قالب يقدر يصلح عليه العيوب. في حاجة كمان، ان في بعض الكائنات الحية مثل الفيروسات في بعض انواعها محتواها الجيني هو الار ان ايه، ففي الحالة دي احنا هندرسه بعد كده. لكن الار ان ايه ده شريط واحد فقط. اذا لو حصل فيه اي خلل او اي تلف في نيوكليوتيدا او في ريبو نيوكليوتيدا بقى لما نيجي نتكلم عنه بشيء من التفصيل، هل اقدر اصلحه؟ اكيد لا. وعلشان كده بنقول ان الفيروسات عندها معدل عالي جدا من الطفرات. اي فيروس لو انا واجهته باي مضاد حيوي ممكن هو يعدل نفسه ويبدا يعكس المفعول او يديني جزء جديد او يديني طفره له يقدر يقاوم بها المضاد وهكذا. تمام. عندنا دي ان ايه في اوليات النواه وحقيقيات النواه، ده جزء مهم جدا في حلقه اليوم. بس قبل ما نبتدي لازم نعرف ما معنى كلمه اوليات النواه. ماذا تعني كلمه اوليات النواه؟ كلمة أوليات النواة يبقى أنا بقول فيها نواة أولية. بمعنى إيه؟ إيه محتويات النواة اللي أنا درسته؟ أنا درست إن النواة دي بتشغل حيز معين في السيتوبلازم، النواة محاطة بغشاء نووي، هل أنا عندي هنا في أوليات النواة عندي غشاء نووي؟ لا ما عنديش غشاء نووي، إذا أهم مكون من مكونات النواة مش موجود عندي، أمال السيتوبلازم فيه إيه؟ ده أنا هلاقي إن السيتوبلازم تسبح فيه المادة الوراثية أو جزيء الدي إن إيه، يبقى أهم فارق إن أوليات النواة لا تحتوي على الغشاء النووي يفصل بين محتوى النواة وبين السيتوبلازم، أي إن الدي إن إيه بيسبح فيه السيتوبلازم. طب الدي إن إيه ده شكله إيه؟ زيه زي أي دي إن إيه، هو عبارة عن جزيء الدي إن إيه الحلزوني اللي إحنا عارفينه. طب هل يا ترى هو مكثف؟ هو مكثف لكن ما اقدرش اقول ان هو مكثف باي نوع من انواع البروتين. ليه؟ لان الدي ان ايه في اوليات النواه بيكون دي ان ايه بسيط لا يكثف بوجود بروتين معه. في كمان ميزه ثانيه ان الدي ان ايه هنا ما اقدرش اقول عليه صبغ، كلمه صبغ بقولها لو بتكلم عن حقيقيات النواه. كمان الدي ان ايه اطرافه ملتحمه، احنا كنا بندرس زمن الدي ان ايه عندي طرف 5-3 وطرف ثاني 3-5 ودرسناها الحلقه السابقه. هل الكلام ده موجود عندي هنا؟ لا، ده الدي ان ايه ملتحم اطرافه معا وملتحم في منطقه او اكتر مع الغشاء البلازمي. هنا في طالب كان سال مره سؤال كويس جدا عجبني بصراحه السؤال ده،
هل في هنا في الدي ان ايه بتاع اوليات النواه عندي طرف فيه او اتش، عندي طرف فيه ثلاثه، في طالب كان وصل بالدرجة ان هو سال في السؤال ده، اعتقد اكيد مش هيكون عنده. ليه؟ لان انا عندي طرفي الدي ان ايه في الاوليات ملتحمه. هو كان عندي هناك ليه؟ كان في طرف فيه مجموعه فوسفات 5 شرطه وطرف فيه مجموعه هيدروكسيد 3 شرطه. طب انا هنا عندي الكلام ده؟ لا، ده انا عندي طرفين ملتحمين، يعني اقدر اقول مجموعه الفوسفات هنا ملتحمه مع ذره او ذره كربون رقم 3 في الطرف الاخر، لان الدي ان ايه هنا عندي ملتحم اطرافه وملتحم كمان في بعض مناطق مع الغشاء البلازمي للخليه البكتيريه، واشهر مثال طبعا هنا بيكون البكتيريا الشرشة كولاي. الشرشة كولاي اللي هي حوالي طول الدي ان ايه فيها بيكون حوالي 1.4 مليمتر، وطول الخليه البكتيريه نفسها حوالي 2 مايكرو. فانا عايز اوري بس صوره توضح الفرق ما بين الطول بالنسبه للدي ان ايه وحجم الخليه البكتيريه. شايفين الخطوط اللي بره الخليه البكتيريه دي؟ ده الدي ان ايه هو مفروض بالنسبه للبكتيريا اللي هي العصويه اللي موجوده في هذا الشكل. يبقى معنى ذلك ان الدي ان ايه ده ما يوجدش بنفس الطول الجامد دوت جوه الخليه البكتيريه. المفروض ان هو بيشغل قد ايه؟ المفروض ان هو بيشغل حوالي عشر حجم الخليه البكتيريه. يبقى عشان كده لازم يلتف الدي ان ايه حول نفسه عده مرات عشان يقدر يحتل عشر حجم الايه الخليه البكتيريه. وفي النهايه زي ما انت حضرتك اشرتي ان طرفين جزيئ الدي ان ايه المزدوج التحم معا، وبالتالي ما بقاش في عندي اطراف 3 شرطه و5 شرطه واضحه بشكل واضح يعني. وكمان بتلتحم الدي ان ايه مع الغشاء البلازمي في موقع او اكثر عند تضاعفه، يعني ده شكل خيالي كده لشكل الدي ان ايه وهو ملتف عدة التفات داخل حيز ضيق جدا فيه. كمان في مادة وراثية أخرى موجودة في بعض أنواع من البكتيريا بتكون على شكل دي إن إيه دائري مش متصلة بالدي إن إيه الأصلي بتاع البكتيريا، بيطلق عليها اسم بلازميدات. فتعريف البلازميد أقدر أقوله هو عبارة عن دي إن إيه صغير جدا وحلقي لأنه ملتحم أيضا بالطرفين، بالإضافة أن العلماء قدروا يستعتمدوا عليه أو يستخدموه في تجارب متعلقة بالهندسة الوراثية اللي هي ما أقدر أنقل جين من خلية إلى خلية أخرى. يبقى البلازميد ده عبارة عن دي إن إيه حلقي الشكل، وبقدر أستخدمه زي ما قلت في تجارب الهندسة الوراثية إن أنا أنقل جين مكان جين في خلية أخرى لتعديل وراثي ممكن يتم من خلالها. بيوجد جزيئات دي ان ايه في البلاستيدات الخضراء وفي الميتوكوندريا. يعني النهاردة لما بنيجي ندرس البلاستيد الخضراء وبندرس الميتوكوندريا بنجد عليها دي ان ايه يشبه الدي ان ايه اللي موجود في اوليات النواة، مش يشبه البلازميد، يشبه الدي ان ايه اللي في اوليات النواة اللي هو ملتف، لكن مش بنفس الطول، مش بنفس الكمية الكبيرة بتاعته اللي موجودة في نواة الخلية الأصلية. ليه؟ لأنه هو بيحمل عدد صغير من الجينات متعلقة بعمل البلازميد الخضراء أو متعلق بعمل الميتوكوندريا. فإنزيمات الميتوكوندريا وإنزيمات البلاستيدة الخضراء جيناتها توجد على الجي ان ايه الموجود في كل من الميتوكوندريا والبلاستيدة الخضراء، عشان كده تعتبر صفاتها خاصة بها، فتعمل الميتوكوندريا كوحدة واحدة، كل الجينات اللي موجودة جواها متعلقة بها، وده عضي وليست خلية. فأول مرة نشوف أحد العضيات ويحتوي على مادة وراثية، ولكن هذا يقتصر فقط على العضيين اللي هم الميتوكوندريا والبلاستيدات الخضراء. ممكن لأنهم عضيات أساسية في حياة النبات، يعني الميتوكوندريا أكسدة المواد الغذائية الثانية، البلاستيد البناء الضوئي، فلازم تكون قائمة بذاتها. مهمة طبعا وظائف الحيوية اللي بتقوم بيها فعلا متعلقة بالبناء ومتعلقة بعملية الهدم، وأنا أتوقع أن حياة الكائن الحي هي ما بين بناء وهدم، عشان كده مهمين جدا. وعشان كده الصور بتوضح أن تركيب البلاستيدة زي ما أنتم شفتوها قبل كده وتركيب الميتوكوندريا لو خدتوا بالكم منها خلايا موجود فيها الدي ان ايه. أيضا البلازميدات وجدت بالصدفة في خلايا، أو اكتشف العلماء بالصدفة في خلايا فطر الخميرة، مع ان فطر الخميره ليس من اوليات النواه. يبقى مش عايز اقول ان البلازميدات لا توجد فقط الا في اوليات النواه، لكن هي توجد في اوليات النواه، ويقتصر وجودها في حقيقيات النواه على من؟ على خلايا فطر الخميره. ففطر الخميره يعتبر من حقيقيات النواه. ده شكل
البلازميد، يمكن الصوره اللي معروضه قدامكم دي خليه بكتيريه وعندها نوعين من الماده الوراثيه، ماده وراثيه بكتيريه اللي هي بتبقى ملتفه حول بعضها، وماده البلازميد. نقدر ناخد نحط بقى تعريف كده مختصر لمعنى كلمه البلازميد، يبقى البلازميدات، البلازميدات حلقات دائريه او جزيئات دائريه من الدي ان ايه ولا تتعقد بوجود بروتين معها. لازم اكون مركز قوي ان الدي ان ايه سواء دي ان ايه حلقي او سواء دي ان ايه بلازميد هو لا يتعقد بوجود بروتين معه طبعا في اوليات النواه. طيب جينا بعد كده ده جزء خاص بالدي ان ايه في اوليات النواه، وتقريبا احنا حطينا كل الاجزاء المهمه بالنسبه لنا. عندنا دي ان ايه بقى المره دي بس في حقيقيات النواه، وده اللي كان الفيديو بيناقشه من شويه، بس احنا هنعرضه ونوضح لكم عليه ازاي بيتم تعقيد الدي ان ايه ساعه ما بنيجي نتكلم. لكن تعال نعرف الاول ما معنى كلمه حقيقيات النواه. كلمه حقيقيات النواه معناها ان الماده الوراثيه تنتظم في صوره صبغيات. نمره 2 ان يدخل في تركيبها او في تعقيدها البروتين، بالاضافه وده الاكثر اهميه انها تحاط الماده الوراثيه بغشاء نووي يفصلها عن السيتوبلازم. اذا مادتنا الوراثيه في خلايا حقيقيات النواه لا توجد في السيتوبلازم ولكنها منفصله عن السيتوبلازم في مكان مخصص لها يسمى النواه. ده فرق بين كلمه اوليات النواه وبين حقيقيات النواه. طيب لو حبيت اوصف بقى شكل الكروموزوم في حقيقيات النواه، الناس بتتلخبط استاذه امل متى يقال عن الصبغي كروماتيد واحد ومتى يقال عن الصبغي ثنائي الكروماتيد؟ هو من حيث الشكل بيبقى واضح طبعا، هو بيكون كروماتيد واحد. ده الكلام ده امتى؟ ده بعد ما بيحصل الانفصال. يعني احنا خدنا قبل كده الانقسامات وعرفت ان في حاجه اسمها الطور البيني او الطور التحضيري اللي فيه بتبدا يتضاعف الماده الوراثيه، متضاعفه يبقى انا هنا ثنائي الكروماتيد. عندي برضو في الطور التمهيدي بتتضح شكل الصبغيات ثنائيه الكروماتيد. عندي الطور الاستوائي، طب في الاستوائي يبدا يتكون عندي خيوط المغزل وتبدا تنفصل الكروماتيدات المفرده، بسميه كروموسوم برضو او صبغ لكنه عباره عن كروماتيد واحد. كروماتيد واحد. طب لما اجي اشوف مثلا صوره زي اللي احنا هنعرضها قدامكم دلوقتي اللي هي صورة الكروموزوم بهذا الشكل، ده تعمل فعلا تم تصويره بالميكروسكوب الالكتروني، كم كروماتيد واضح قدامي عندي؟ لا واضح عندي 2 كروماتيد. طب كل كروماتيد فيه كم جزيء دي ان ايه؟ لانه هناك خطا عند بعض الطلاب ان بيعتقد ان الكروماتيد فيها شريط دي ان ايه. لا جزيء، هو جزيء دي ان ايه. يبقى بما ان الشكل اللي قدامي ده يمثل كروموزوم ثنائي الكروماتيد وكل كروماتيد يحتوي على جزيء دي ان ايه مزدوج، يبقى معنى ذلك ان هذا الجسم اللي قدامي اللي هو الكروموزوم يحتوي حاليا على 2 جزيء دي ان ايه. طب لو كلمت على تركيب الصبغيات، كل صبغي سواء كان انا بتكلم على الصبغي اللي هو كروماتيد واحد بيدخل في تركيبه جزيء دي ان ايه واحد بينتد من طرف طرفيه للاخر وينتهي عند الطرف الاخر، يعني موجود تقريبا بطول الكروماتيد الصبغي او بطول الكروماتيد. بس اسمحوا لي ان انا هطلق على الكروماتيد المفرد هنا اسمه صبغي بنوي، احيانا بطلق عليه هذا الاسم صبغي بنوي، يعني صبغي لسه ناتج عن عمليه الانقسام. هذا الكروموزوم او الكروماتيد اللي انتم شايفينه مثلا على الشمال تصوير الكتروني يحتوي على 2 كروماتيد واضح قوي تكثيفه بالبروتينات، لكن اللي على اليمين ده شكل خيالي بيوضح ان كل كروموزوم يحتوي على جزيء او كل كروماتيد يحتوي على جزيء من الدي ان ايه. طيب جزيء الدي ان ايه اللولب المزدوج اللي اتفقنا ان هو بيتكون من شريطين هيكلين سكر وبيرتبطوا مع بعض زي ما احنا شايفين. ازاي يتم تكثيفه؟ طبعا يتم تكثيفه الدي ان ايه في حقيقيات النواه. احنا خدنا قبل كده ان انا اتكلم عن الانسان انا عندي 46 صبغه او 46 كروموسوم. ال 46 كروموسوم دول لو انا جيت شفتهم او فرضا لو احنا جينا جمعناهم في خليه واحده وحطيتهم جنب بعض هلاقيهم كونوا لي 2 متر تقريبا. طب 2 متر هيدخلي في حيز النواه اللي هي جوه الخليه اللي دي تتعدى او لا تتعدى من 2 ل 3 ميكرون. طب ازاي هيحصل ده؟ يبقى لازم ده يلتف ويطوى ويكثف عده مرات. وعشان يقدر يحصل له نوع من انواع التكتيف او التكديس لازم يتم ده عن طريق انواع من البروتينات. اذا ممكن اقول ان الكروماتيد ده عباره عن جزيء الدي ان ايه ملتف ويطوى ومكدس كذا مره او الاف المرات بنوعين من انواع البروتينات زي ما كان متضح في الفيديو اللي بيتعاد حاليا. يبقى انا عندي نوعين من انواع البروتينات اللي بتعمل عمليه التكثيف والتكديس لجزيء الدي ان ايه. هو ده البروتين
الاولاني اللي هو بيرتبط ده الهيستوني، انا عايزه بس التفاف جزيئي الدي ان ايه حول البروتين الهيستوني، بيعمل لفات كده بطلق عليها اسمها نيوكليوسومات. يبقى الالتفاف اللي انتوا شفتوه ده حوالين البروتين الهيستوني بيسموه نيوكليوسومات. تبتدي تتقارب النيوكليوسومات من بعضها علشان تقلل من طول جزيئ الدي ان ايه، وده اسمه عمليه التكثيف. يبقى انا كثفت جزيئ الدي ان ايه الى النيوكليوسومات، وبعد ما تقاربت النيوكليوسومات التفت حول بعضها التفافا حلزونيا، ثم تقاربت حلقات الالتفافات الحلزونيه لتبدو بهذا الشكل المكثف اللي انتم شايفينه، هو عباره عن كروماتين. الكروماتين لما يجي ينتظم بقى في الفراغ، تعال نشوفوا لما انتظم في الفراغ بقى شكله ايه. خد شكل الصبغيات، تبقى الصبغي هو كروماتين ولكنه منتظم في شكل في الفراغ. بعد كده لو انا حبيت بقى اقول الترتيب النموذجي لتكثيف جزيء الدي ان ايه منذ كان جزيء دي ان ايه حتى اصبح صبغي، اولا يستحيل ان يوجد في صوره جزيء دي ان ايه داخل نواه الخليه زي ما انتم عارفين. ليه؟ لان طوله في كل خلايا الجسم الجسديه قد يصل الى 2 متر، فكيف يمكن في كل خليه يعني، فكيف يمكن ل 2 متر يدخل يشغله داخل نواه في خليه لا تتعدى الخليه من 2 ل 3 مايكرون. هذا التكثيف كان لابد ان يتم من خلال نوعين زي ما حضرتك اشرتي، نوعين من البروتينات. تعال نشوف الصوره اللي موجوده قدامنا من بدايتها. لو انا بصيت على الدي ان ايه الاقي ده عباره عن لفات من النيوكليوسومات، وبعدين زي ما اشار الفيلم بالظبط او الفيديو التفت على هيئه نيوكليوسومات حلقيه او معنى صح التفافات حلقيه، ثم تم التكثيف بالبروتين غير هيستوني عشان يديني شكل في الفراغ في صوره صبغي زي الصبغي اللي موجود عندي. طبعا الصبغي سواء بالشكل الكاريكاتيري اللي احنا رسمينه ده عايز يقول ان هنا في جزيء دي ان ايه وهنا في جزيء دي ان ايه، ويرتبطان معا بواسطه السنترومير، والسنترومير يصل ما بين 2 جزيء من الدي ان ايه. وبعدين ده لما يتم تصويره تحت الميكروسكوب الالكتروني فيبدو الاثنين كروماتيد ويتصلان معا بواسطه سنترومير. واحب اكد ان السنترومير ده هي عباره عن اجزاء من الدي ان ايه ما عليهاش شفرات. يعني التداخل اللي تم بين الدي ان ايه هنا في الاثنين كروماتيد هي اجزاء دي ان ايه لا تحمل شفرات، واحنا اكيد هنحكي عن الدي ان ايه الذي بلا شفره. اتفقنا ان في كم نوع من البروتينات هيدخل في تكثيف جزيء الدي ان ايه. عندنا نوعين من البروتينات، بروتينات هيستونيه وبروتينات غير هيستونيه. يبقى عملية تكثيف جزيء الدي ان ايه بيتم برضو بخلال تجمعات من جزيء الدي ان ايه وارتباطها بواسطه، لكن طبعا الفيديو ده هنقوله بعد كده برضو لما نيجي نتكلم على الار ان ايه. طيب بيدخل في تكثيف الدي ان ايه نوعين من البروتينات، بروتينات هيستونيه وبروتينات غير هيستونيه. الاول هناخد محمد. محمد من المنوفية، ازيك؟ مستر حسن، علي صوتك عشان اسمعك. عندي سؤال يا مستر في البيولوجية. سؤال في البيولوجية قول، بس عايز صوتك هيكون عالي. ماشي. ماذا يحدث إذا إذا غابت إنزيمات اللولب والربط من خلايا طفل صغير ومن خلايا شخص بالغ وهل يكون الشخص البالغ أمشاجا؟ بس خلاص، شكرا مساحتك. ده سؤالك. في سؤال تاني يا محمد؟ لا متشكر. اشكرك. اسمعني بقى من التلفزيون. محمد قال سؤال كده عبارة عن كوكتيل، لكن هو سؤال رائع يعني. الجزئيه الاولانيه جزئيه استنتاجيه من غياب انزيم اللولب والربط. لو انا مش عارف وظائفهم يبقى مش عارف اجاوب. طب نشوف الاول وظيفه اللولب ايه. وظيفه اللولب انه بيفصل شريطي الدي ان ايه عن بعضهم اثناء التضاعف. طيب والربط بيعمل على ربط قطع الدي ان ايه في احد الشريطين ايه الجداد بالاضافه لاصلاح عيوب الدي ان ايه. طب لو غابوا الاثنين دول من خلايا طفل
هل يستطيع ان تتم عمليه تضاعف الصبغيات؟ الاجابه لا، مش يحصل تضاعف للدي ان ايه. عدم تضاعف الدي ان ايه ركن اساسي في عمليه انقسام الخلايا، وبالتالي لن يتم انقسام الخلايا. يبقى المهم النقطه الاولانيه يا محمد، ماذا يحدث؟ لن يتم انقسام الخلايا، ولن تتجدد الخلايا، ولن ينمو هذا الطفل. ده الجزء الخاص بالطفل. الجزء الخاص بالشخص البالغ، بس انا هعقب تاني على الاجابه ديت عشان ما تفتكرش دي اجابه نهائيه. يبقى لن يتم نمو ولا تعويض انسجه بالنسبه للشخص الصغير. بالنسبه للشخص البالغ على اعتبار ان هو خلاص اكتمل نموه، يبقى هنقول لن يتم تجديد انسجته المفقوده او التالفه بخلايا جديده بسبب توقف الخلايا عن عمليه الانقسام. ده الجزء بتاع الطفل وبتاع الشخص البالغ. لكن لما تيجي تعرف قدام ان البلمره، ان اسف اللولب ليه دور ايضا في نسخ الار ان ايه ده في الفصل الثاني، وان الار ان ايه بيعتمد ايضا في تكوينه على انزيم اللولب لانه لازم يفصل الشريطين، وبالتالي هنضيف اجابه اخرى غير متوقعه بالنسبه لك، انه لن ينسخ انواع الار ان ايه. وطالما لن ينسخ انواع الار ان ايه الثلاثه، اذا لن يتم انتاج البروتين داخل الجسم. خلاص، مهم جدا. يبقى انا اجبت الاجابه الاولانيه اللي انت كنت عايزها الخاصه بالجزء الاول من الفصل الاولاني، لكن ما تنساش ان انا هكون خلصت المنهج كله في الامتحان، فلازم اشير ان توقف عمليه نسخ الام ار ان اي والار ار ان اي والتي ار ان اي، ودي مهمه جدا عند تخليق البروتين، فسوف يتوقف انتاج البروتين. تيجي تقولي طيب، ولما يتوقف انتاج البروتين هل ده يوقف النمو؟ ده يوقف الحياه. يعني سواء كان الطفل الصغير يا محمد او الشخص البالغ سيموت حتما اذا غاب انزيم اللولب، سيموت. مش الاجابه اللي انت كنت متوقعها انها تتقال، او معظم زمايلك اللي كانوا متوقعين ان اللولب انزيم تعتمد عليه تضاعف الدي ان ايه، وانقسام الخلايا يتوقف على تضاعف الدي ان ايه، فبما ان الدي ان ايه متضاعفش تبقى الخلايا مش هتنقسم، يبقى الصغير مش هيكبر والكبير مش هيعوض خلايا. ده اجابه ممتازة وكويسة وانا مش معترض عليها، لكن لما هنتقدم في الدراسة في الفصل الثاني هنكتشف ان نسخ الار ان اي بانواع الثلاثة يعتمد ايضا على وجود انزيم اللولب، فغيابه معناها مش هتنتج انواع الثلاثة بتاعت انتاج البروتين، وبالتالي مش هيتم تخليق البروتين. اذا لا انزيمات هتتكون ولا هرمونات هتتكون ولا اجسام مضادة هتتكون ولا كل ده، النتيجة توقف الحياة. الجزء الثاني بتاع سؤال بيقول، وهل يمكن للشخص البالغ ان ينتج امشاجا اذا كان انسان توقف عن الحياه؟ يبقى بالطبع لا، لن ينتج امشاجا، ونفس السبب اللي انت عارفه، لان عشان تنتج امشاجا لابد ان تلجا الى انقسام اسمه انقسام ميوزي، والانقسام سواء الميتوزي او الميوزي يعتمد في بدايته على تضاعف جزيئات الدي ان ايه، وتوقف التضاعف معناه توقف انتاج الامشاج. يبقى ده الجزئية الكاملة. لكن سؤال جه قبل كده في امتحان ثانوية عامة فعلا بنفس طريقتك اللي انت قلت لي، ماذا يحدث إذا غاب إنزيم اللولب من خلايا طفل صغير؟ أجبنا الإجابة في النموذج الجزء الأولاني اللي هو يخص الفصل الأولاني. بس أنا حبيت أقول لك كل كبيرة وصغيرة يا محمد. معانا فاطمة من القاهرة. فاطمة إزاي؟ إزاي؟ علي صوتك يا فاطمة. أيوة مستر حضرتك، أنا عندي سؤال في المناعة. قولي سؤال في المناعة. هو الغدة التيموسية هي مش في الهرمونات اصلا، في يعني في الطفل الصغير؟ الغدة التيموسية توجد في الاطفال مش كده؟ تمام. هي زي غيابها ايه اللي هيحصل؟ يعني لما تغيب هي ايه اللي هيحصل في المناعة؟ هل تؤثر على المناعة؟ ده سؤالك الاولاني. في سؤال تاني يا فاطمة؟ السؤال التاني في الاحياء عامة، هو انا جزء المناعة كله اصلا ما حضرتوش هنا ومش باخد الدرس، ف وقع عندي سنه صغيره فيه، هقدر ألمه ازاي مثلا؟ تمام، ده سؤال نبتدي بيه الاول. اذا كانت هناك حلقه من حلقات علم الاحياء او مدرسه على الهواء ما حضرتهاش، وخاصه في المناعه، ممكن بالبحث على اليوتيوب ممكن توصلوا لهذه الحلقات بعناوينها المناعه او تابع المناعه او المناعه الطبيعيه او المناعه المكتسبه، دي كلها موجودة هتلاقيها وتجمعيها، كنا عملناها تقريبا في 6 حلقات ودي مهمة جدا انك تجمعيها. فاطمة سؤالها كان جميل على الغدة التيموسية. احنا الغدة التيموسية بيتم فيها نضج وتميز الخلايا التائية لانواعها 3. تمام، مش معنى ان هي
انكمشت معناها انها توقفت عن العمل. هي موجوده بحجم اكبر في الاطفال وباداء اعلى، لكن عندما يكبر الطفل ويصل الى سن البلوغ تبتدي تنكمش تدريجيا ولكنها لا تختفي، وتظل تقوم بعملها ولكنه مش بنفس العمل، مش بنفس الجوده اللي كان موجود قبل كده. مش معنى ان هي موجوده في الاطفال تبقى مش موجوده في الكبار، لا، هي موجوده ولكنها بحجم ونشاط اقل. الحاجه الثانيه، احنا عندنا كمان اعضاء لنفاويه كتير جدا بخلاف الغده التيموسيه، فاحنا عندنا الطحال وعندنا اللوزتان وعندنا العقد اللنفاويه، فاذا هناك اعضاء اخرى تقوم بوظائف تشبه وظائف التيموسيه، لكن التيموسيه تختص بحاجه مهمه قوي هي نضج وتمايز الخلايا التائيه. ماشي يا فاطمه، اشكرك. رنا اسماعيلي. الو رنا، ازيك؟ تمام الحمد لله، اتفضلي. انا كان عندي سؤال في الدي ان اي. ماشي قول. بيقول اذا كان هناك قطعه من الدي ان اي، اذا كان هناك قطعه من الدي ان اي في خليه من خلايا سيرتولي، في خليه من خلايا الايه؟ سيرتولي في الخصيه. سيرتولي في الخصيه. بيها تتابع القواعد، بيها تتابع للقواعد جوانين وسيتوزين. اكتب من الشمال لليمين. جي جي سي تي اي جي سي اي وصيمين تي اي اي صيمين تي سي جي سي جي تي اي سي اي تي اي ولا تي اي تي اي؟ لا تي تي. طب انا هقول لك تاني كده عشان برضو استاذه امل بتكتب معانا، وتشوفي كده وانت بصي على الشاشه احنا كاتبين صح ولا لا. من على الشمال جي سي اي تي اي تي سي جي تي اي. ايوه اي تي بقى بعدها كمان اي تي. تمام. ونسبه الصايمين بقى 33.3. نسبه الصايمين تي 33.3. ثم فقدت قاعدة جوانين، وفقدت قاعدة جوانين، قاعدة جوانين نتيجة تعرضها للإشعاع، نتيجة تعرضها للإشعاع. هو بيقول واحد، المطلوب تحديد نوع الطفرة. المطلوب مع ان احنا ما خدناش لسه الطفرات، تحديد نوع الطفرة وتحديد نسبة الجوانين بها بعد الفقد، وتحديد نسبة الجوانين. طيب بصي بصي يا رنا، احنا يعني ما لسه ما شرحناش الطفرات، وانا افضل دايما تكون الاسئله اللي احنا هنطرحها في البرنامج تكون متوافقه مع ما توصلنا اليه من هذا الجزء. فاحنا هنأجل سؤالك، هحتفظ انا بيه وهجاوبه بمجرد ما ننتهي من شرح الطفرات في الحلقه القادمه باذن الله، على طول هبتدي اجاوب السؤال بتاعك يا فاطمه. طيب. اسف رنا. رنا عندك سؤال تاني؟ لا شكرا. اشكرك يا رنا. طيب احنا هنرجع تاني بقى لتكثيف جزيء الدي ان ايه، وان دخل في تركيبه بروتينات هيستونيه وغير هيستونيه. عرفنا البروتينات الهيستونيه بانها مجموعه محدوده من البروتينات التركيبيه الصغيره، وبتحتوي على قدر كبير من حمضين هما الارجينين واللايسين اللي لهم مميزات خاصه شويه. مجموعات الالكين اللي موجوده في تركيب الحمض الاميني بتحمل عليها، بتكون شحنات موجبه، وبترتبط مع المجموعات السالبه اللي بتمثلها مجموعات الفوسفات على جزيء الدي ان ايه. من هنا بينشا التجاذب ما بين البروتين الهيستوني وما بين جزيء الدي ان ايه. هذا التجاذب يرجع لاختلاف الشحنات، فيحمل البروتين شحنه سالبه عند مواقع الار اللي هي مجموعات الالكايل وشحنات موجبه، بينما الفوسفات على الدي ان ايه بتحمل شحنات سالبه. يعني ده ممكن يجي في سؤال لو قال علل بيرتبط البروتات الهيستونيه بقوه مع جزيء الدي ان ايه. تمام. عندنا نرمين من اسيوط. نرمين ازيك؟ الحمد لله تمام. انت اتصلتي بينا قبل كده ولا اول مره تتصلي نرمين؟ تقال. اتصلتي قبل كده؟ اكتب المصطلح. اكتب المصطلح. ايوه. احلال نواخ ايه؟ احلال نواة. احلال نواة. نواة خلية. نواة خلية. خلية. جنائية. خلية ايه؟ جنائية. جنينية. نواة خلية جنينية. جنائية.
طب بصي تانية نرميه، احلال نواة خلية جاي من ايه؟ محل كائن حي. احلال نواة خلية جنينية لكائن حي. جنينية لكائن حي. لكائن حي. محل نواة بويضة غير مخصبة. نواة في بويضة غير مخصبة. غير مخصبة لنفس النوع. لنفس النوع. نرمين. لنفس النوع. نرمين أنا ممكن أسألك حاجة؟ نرمين سمعاني؟ أيوه. أنت حضرت معنا هنا التكاثر على القناة؟ ألو. طيب بص أنا هجاوب لك السؤال بتاعك. إحلال نواة خلية جنينية لكائن حي، محل نواة في بويضة غير مخصبة لنفس النوع، دي اسمها زراعة الأنوية. يبقى المصطلح تعريفه زراعة الأنوية يا نرمين. عندك سؤال تاني؟ طب أشكرك نرمين. نرجع بقى للبروتينات الغير هيستونية. ما احنا اتفقنا ان في بروتينات هيستونية وغير هيستونية. دي مجموعة من البروتينات الغير متجانسة، ودي بتشمل بروتينات تركيبية وتنظيمية عشان بتدخل في تركيب محددة، وطبعا تنظيمية لانها هتنظم جزيء الدي ان ايه له شكل في الفراغ اللي هو بياخد شكل الصبغيات. بتشمل البروتينات اتفقنا التنظيمية لها وظيفة أخرى بجانب ان هي تتني شكل فراغي، لكن هي بتنظم عمل الجينات اللي موجودة على جزيء الدي ان ايه، وتحدد الشفرة اذا كان سينتج شفرة ولا مش هينتج شفرة، يعني هينتج بروتين او الار ان ايه ولا انزيم ولا ايه. ومن هنا جت بقى تعريف سائد ومتناحي، يعني سائد هينجح ومتناحي هيفشل، بيرجع لهذه البروتينات الموجودة التي تمنع جين عن أداء وظيفته وتسمح لجين آخر أن يقوم بإنتاج ار ان. دي كانت نوعي البروتينات الهيستونية والغير هيستونية وطريقتها بقى في طريقة التكثيف. خلايا جسدية زي ما اتفقنا ان فيها 46 صبغي أو كروموزوم، واتفقنا ان طول الدي ان ايه بيشغل حوالي 2 متر. لو جمعنا 46 كروموزوم دولت ووصلناهم ببعض، يعني وصلنا الدي ان ايه بتاعهم، هنلاقيه بيصل طوله الى حوالي 2 متر، والمفروض انه بيشغل حيز ضيق جدا في الخليه لا يمثل اكتر من خليه حيوانيه او نباتيه، وبالتالي هنقول حوالي عشر ل 2 مايكرون او 3 مايكرون من حجم الخليه. علشان يبتدي يتكثف يبتدي يتكثف بالطريقه اللي احنا شفناها في الفيديو واللي احنا حضرتك عرضتيها والتقارب اللي تم. معانا سؤال من شهاب ملاوي. الو، ازيك يا مستر شهاب؟ ازيك؟ الحمد لله. اسئلتك. فسر ما ياتي. فسر ما ياتي. تلعب انزيمات الربط. تلعب انزيمات الربط دورا هاما في الثبات الوراثي للكائنات الحية. دورا هاما في الثبات الوراثي للكائنات الحية. في التاني ولا خلاص؟ لا، فين مقصود بكل من؟ ما المقصود؟ ها؟ تقنية حيود أشعة إكس. حيود أشعة إكس. وتضاعف الدي إن إيه. في تضاعف؟ ولا تاني واحدة، تضاعف الدي إن إيه. واحدة تانية يعني. ما المقصود بحيود أشعة إكس وما المقصود بتضاعف الدي إن إيه؟ آخر طيب. سؤال. ماشي شايف، في حاجة تانية ولا كده خلاص تسمعنا؟ ماذا يحدث؟ ماذا يحدث؟ معالجة حمض الدي ان ايه بانزيمات اللولب. معالجة حمض الدي ان ايه بانزيم اللولب. اشكرك يا شهاب. اسمعني بقى من التلفزيون للاسئله بتاعتك. طيب سؤال شهاب الاولاني، استاذ عماد بيقول تلعب انزيمات الربط دورا هاما في الثبات الوراثي للكائنات الحيه. حضرتك كنت اشرت ليه واحنا بنشرح. بالظبط، احنا قلنا ان الكائنات الحيه معرضه دايما ان يحصل لها اي تلف في اي قاعده بيرونيه زي ما اتفقنا، واللي بيساعدنا على ان التلف ده لا يدوم ان في عندي انزيمات الربط هتتعرف على النيوكليوتيد التالفه وتبدا تستبدلها باخرى سليمه. فعشان كده لازم يكون عندي الدي ان ايه عشان يكون عندي الشريطين، عشان لو حصل تلف في احدى النيوكليوتيدات او القواعد المحموله على احدى الشريطين، الشريط الاخر المقابل له هيعمل كقالب عشان اقدر اعرف منه النيوكليوتيد المطلوبه او السليمه. تمام. في سؤال اخر لشهاب كان بيقول ما المقصود بحيود اشعه اكس؟ هو هي طبعا دي اللي استخدمتها فرانكلين. عندما استخدمتها فرانكلين
فان الاشعه عندما تصطدم بجسم مادي تحصل لها حيود، كان من نتيجه ذلك تجمع مجموعه من النقاط من خلالها قدروا يعرفوا شكل جزيئ الدي ان ايه. تضاعف الدي ان ايه طبعا ما المقصود هنا، هي طبعا فيها جزء كبير جدا بالنسبه للانزيمات واحنا شرحناها، قلنا ان بيتم تضاعف، كلمه تضاعف الدي ان ايه هو بيتم في بدايه الانقسام الخلوي، حيث يمكن لجزيء الدي ان الواحد ان يتضاعف الى 2 جزيء دي ان ايه من خلال عمل الانزيمات التاليه. يقوم انزيم اللولب بفصل شريطي الدي ان ايه عن بعضهما من خلال كسر الروابط الهيدروجينيه بين قواعد شريطي الدي ان ايه، ثم يعمل كل شريط منهم كقابل لبناء شريط اخر يتكامل معه، فيتم بناء شريط جديد من 5 في اتجاه 3 على القالب الذي يبدا من 3 في اتجاه 5. هذا الشريط يتم بناؤه من خلال انزيم البلمرة الذي يضيف نيوكليوتيدات نحو الطرف 3 شرطة، بينما القالب الآخر الذي يبدأ ب 5 شرطة لا يمكن أن تبنى شريط من 3 شرطة إلى 5 شرطة بإنزيم البلمرة، لأن هذا الإنزيم لا يعمل إلا في اتجاه واحد فقط. لذا يتم بناء هذا الشريط الجديد على هيئة قطع، كل قطعة تبنى من 5 في اتجاه 3، ثم تقوم إنزيمات الربط بربط قطع الدي إن إيه ببعضها، وبذلك نحصل على 2 جزيء دي ان ايه من جزيء دي ان ايه واحد. سؤاله الاخير لشهاب كان بيقول ماذا يحدث لو تم معالجه حمض الدي ان ايه بانزيم اللولب؟ حضرتك لسه ذاكرها حالا، انزيم اللولب هيكسر الروابط الهيدروجينيه بين القواعد النيتروجينيه وبعضها، فيؤدي الى فصل الشريطين عن بعضهما البعض. طيب معانا احمد من سوهاج. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا احمد؟ اهلا بك يا اخويا حضرتك. انا بخير والحمد لله، وسعيد بسوهاج وقصوت وكل الناس اللي بتتصل بي. الله يخليك يا مدير. سؤال فين سؤال؟ علي صوتك، علي صوتك. اذكر ثلاث هرمونات مصدر اخراجكم. اذكر ثلاث هرمونات. ثلاث هرمونات. ثلاث هرمونات مصدر اخراج كل منهما هو نفسه اخراج كل منها هو نفسه موضع العمل. مصدر افراز هو نفس مصدر العمل. تمام. سؤال ثاني يا مستر. سؤال اولين. سؤال الثاني. تفضل. انقسام ميوزي خارج المنافذ. علي صوتك. قد يحدث انقسام ميوزي خارج المنافذ. قد يحدث انقسام ميوزي خارج المنافذ. المناسب، برافو عليك. ومعلش يا مستر كمان سؤال ثاني. اخر سؤال بقى يا احمد. ها؟ معك يا مستر. قول. هو الدليل جاي لرسمة وعليها سهمين في لا يعني جزء مرسوم. ايوه هي سهم داخل الماشين يعني الجنين. رسمه خاصه بموضع الجنين داخل الرحم والماشين. ايوه. والاسهم بتشير الى من؟ بتشير بتديني سين وصاد. لمين؟ داخل وسهم خارج. لا قول تاني. لا قول تاني عشان انا مش متخيل انت بتوصف ازاي. سهم خارج للمشيمة بتاع الجنين وسهم خارج. سهم على المشيمة. ايوه داخل وسهم خارج. واحد داخل وواحد خارج في المشيمة يعني. ايوه ايوه بيديني الاختيارات، بيقول له ثاني اكسيد الكربون لسهم سين والجلوكوز وب ثاني اكسيد الكربون. قول لي قول لي البدائل، قول لي البدائل. البديل الاولاني سي او 2 جلوكوز. تمام. وثاني جلوكوز البديل الثاني. والتاني جلوكوز بس. ايوه. والثالث اكسجين وجلوكوز. والثالث ايه وجلوكوز؟ اكسجين وجلوكوز. اكسجين وجلوكوز. والرابع؟ اكسجين وبول. والرابع البديل الرابع؟ اكسجين وبول. طب والثالث؟ هما تمام. السهم صار بعد كده. يعني انا هقول لك البدائل تاني يا احمد. ماشي. البديل الاولاني ثاني اكسيد الكربون مع جلوكوز. تمام. والبديل الثاني جلوكوز بس. لا ثاني اكسيد الكربون. ثاني اكسيد الكربون بس. ايوه. والبديل الثالث جلوكوز بس. اكسجين وجلوكوز. تمام حلوه. والرابع اكسجين. اكيد انا هبتدي بقى بالسؤال دوت. اكيد هو بيشير على السهم اللي داخل من الام الى الجنين. تمام تمام. وبالتالي الام ترسل لابنها الجنين داخل الرحم اي من المواد التي ترسلها له، انت اختار. انا اخترت الاكسجين حاجه ناشي والجلوكوز اكيد. هتديله جلوكوز بس من غير اكسجين؟
لا يستطيعون الجلوكوز. برافو عليك. ليه؟ لأنه لا يستطيع الحصول على الطعام فيحصل عليه في صورة مهضومة جلوكوز، ولا يستطيع التنفس لأن رئتيه لا تعمل فيحصل على الأكسجين بدم أمه، وبالتالي يبقى البديل اللي أنت اخترته يا أحمد هو الجلوكوز والأكسجين هو البديل الصح. وعايزك تسمع بقى الأسئلة بقى من التلفزيون. معلش كمان اللي خارج من الجنين. نعم؟ اللي خارج. اللي خارج أكيد هيبقى ثاني أكسيد كربون بس. ما مفيش حاجة تانية أنت كتبتها في البدائل. لا لا ما لسه سهم صادر ما تكتبش البدائل. أه أنت لسه هتكتب بدائل للسهم اللي راجع. تمام. حتى لو ما ذكرتش البدائل هي فضلات إخراجية وثاني أكسيد كربون. أيًا كان اسم الفضلات الإخراجية، كاتبها بقى يوريا بولينا، كاتبها أي حاجة، تبقى فضلات أيوة. إخراجية زائد ثاني أكسيد الكربون. طب والأحماض الأمينية ده ما اخترعهاش؟ الأحماض الأمينية؟ أيوه هو طبعًا. والطفل الطفل يطلق يطرد أحماض أمينية؟ مستحيل طبعًا. نواتج الهدم يا أحمد هي اللي هتخرج عن طريق السهم الخارج من الجنين ورايح لدم الأم عبر المشيمة. ماشي ماشي أشكرك يا أحمد. أحمد كان بيقول اذكر ثلاث هرمونات مصدر افرازها ومصدر عملها. ايه نفترض هذه الهرمونات؟ احنا ممكن نقول حاجه على المناعه. تيموسيه مثلا. اه هو طبعا في حاجات مهمه جدا، يعني ممكن نبتدي باول واحده فيهم. وعلى فكره هم مش ثلاثه، هم هرمون اللي هناخده في المناعه هرمون التيموسين. هرمون التيموسين ده بيعمل ايه؟ اولا هو بيفرز من الغده التيموسيه ومنطقه عمله بتكون في التيموسيه. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، أنا ممكن أعتبر إن الأنسولين والجلوكاجون ممكن يفرزوا من خلاياهم ويقوموا بنفس العمل في خلاياهم وخلايا غيرهم. بمعنى إن لو عندي جلوكوز عالي في الدم أو عايزه يدخل في الخلايا عشان يستهلك، فالجلوكوز يقدر يفرز من خلايا بيتا، وخلايا بيتا تستطيع أيضا أن تستفيد من الجلوكوز فيقوم بعمله في داخل هذه الخلية أيضا، على اعتبارها أن خلايا بيتا هي خلية من أنواع خلايا الجسم كلها، فيصبح عمل أنسولين عمله داخل هذه الخلية هو عمل ونفس الوقت الحاجة اللي هو الإفراز. يبقى ممكن أعتبر الأنسولين قام بدور مهم جدا جوه هذه الخلايا. يبقى الهرمون الثاني أقدر أعتبر مع التيموسين أيضا هرمون الأنسولين، لأن دوره بيسهل او بيزيد نفاذيه غشاء الخليه لنفاذ السكريات الاحاديه اللي منها الايه الجلوكوز. وبالطبع خلايا بيتا من الخلايا التي يمكن ان تحصل ايضا على الجلوكوز. اخر سؤال قبل ما نشوف حنان، سؤال اخراني بيقول قد يحدث انقسام ميوزي خارج المناسب. نعم، هي الخليه اللي ناتجه عن الاقتران في الاسفلوجيره مش حصل لها انقسام ميوزي؟ هل يعتبر اللقاحة الجرثومية أو زيجوسبور هي موجودة داخل المناسل؟ الإجابة لا. يبقى الانقسام الميوزي قد يحدث خارج المناسل، وذلك في حالة الاقتران سواء السلمي أو الجانبي، فخلية الزيجوسبور أو اللقاحة الجرثومية يحدث لها انقسام ميوزي رغم أنها ليست من ضمن خلايا المناسل. أنا بشكر أحمد على أسئلته الجميلة. مين معايا؟ حنان من أين؟ السلام عليكم. حنان إزاي؟ تمام الحمد لله. اخبارك يا مستر؟ هو ليه حنان الاسئله كلها جايه اسيوط منيا سوهاج قنا؟ احتكرتوا البرنامج؟ خلاص خلاص بقى مدرسه الهواء بتاع الصعيد. طيب حنان ايه اسئلتك؟ عندي سؤال. اختر. اتفضلي اختر. عندي قياس نسبه القواعد النيتروجينيه. لا علي صوتك. عندي قياس نسبه القواعد النيتروجينيه. عندك قياس نسبة القواعد النيتروجينية؟ قياس كمية أو نسبة القواعد، نسبة القواعد النيتروجينية لحمض نووي. لحمض نووي في كائن حي. حمض نووي أي نوع؟ دي إن إيه ولا آر إن إيه؟ لا لسه ما مش محدد. لسه ما حددناش. لحمض نووي في كائن حي معين كانت النسب كالآتي. فكانت النسب كالآتي. سي بتساوي واحد. مش كده؟ سي ولا تي؟ سي. طيب انا بقول سي 31%. وجي 23%. وجي 23%. وايه؟ ايه 20%. 20%.
والتي والتي 26%. هذا الحمض النووي يكون هو يكون دي ان اي لولب مزدوج او دي ان اي شريط مفرد او دي ان اي او تي ار ان اي تي ار ان اي هو لو اخترنا مثلا اي اختيار هنختاره له وازاي عرفناه يعني هيختار وتقول لي اختار ده طيب حنان انت بصي كده على النسب اللي انت مليتيها لي هتلاقي شرط الدي ان ايه المزدوج ان ترتبط السي مع الجي وبالتالي لابد ان يتساوى السي مع الجي ويرتبط الاي مع التي فلابد ان يتساوى نسب الاي مع التي هل هذا واضح في النسب اللي انت مليتيها الاجابه لا اكيد ده شريط اذا ده ليس دي ان ايه مزدوج نمره 2 هل يحتوي على اليوراسيل بصي في اللي انت كتبتيه مفيش يوراسيل في ثيمين فلما يبقى في ما فيهوش يوراسيل وفي ثيمين يبقى ينفع يكون ار ان اي لا دي ان لا طبعا يبقى انا استبعدت ان يكون ار ان اي او تي ار ان اي يعني واستبعدت ان يكون دي ان اي مزدوج اذا هو شريط مفرد من جزيء دي ان اي فهمت ازاي يبقى السؤال اجابته اختار هو دي ان اي شريط مفرد وفسر سبب اختياري لان نسب القواعد النيتروجينيه سي لا تساوي جي واي لا تساوي تي بالاضافه انه يحتوي على قواعد ثيمين وليس قواعد يوراسيل اوكي اشكرك يا حنان تكثيف جزيء الدي ان اي عشان احنا عايزين ننتهي من هذا الجزء في التكثيف بتاع جزيء الدي ان اي اما عملوا بقى تحليل بيوكيميائي وصوروا بالمجهر الالكتروني تكثيف الدي ان اي لقوا ان هو زي ما كان بيعرض الفيلم كده ان هو بيرتبط حول مجموعات من البروتينات الهيستونيه بالطريقه اللي احنا حكيناها فيتم تقصيره الى وحدات تسمى نيوكليوسومات وبالتالي كده يعتبر اسر بحوالي عشر طوله الاصلي وبعدين ده شكل احدى النيوكليوسومات اللي قدامنا طبعا مش كفايه لازم يقصر اكتر من كده هيبتدي يعمل ايه بقى هتبتدي تتقارب النيوكليوسومات من بعضها ويتكثف في صوره كروماتين عشان يكون لي الصبغي وبعدين تبتدي تخش نوع اخر من البروتينات المره دي الغير هيستونيه تركيبيه عشان تديني تديني شكل او تديني الكروماتين طيب لما بيجي يتضاعف بقى ما الحاله التي يتضاعف عليها الدي ان ايه طبعا وهو في حاله صبغ مكثف استحاله يقدر يحصل فيه التضاعف ليه لعدم وصول الانزيمات الخاصه بتضاعفه يبقى لازم على الاقل يفك لمستوى شريط النيوكليوسومات حتى تصله الانزيمات الخاصه بتضاعفه طب ما ينفعش يتفك لمستوى الدي ان اي طبعا صعب لانه كميته كبيره جدا مش هتستوعبه الخليه فاكثر حاجه ان هو يوصل لشريط النيوكليوسومات حتى تصله الانزيمات الخاصه بتضاعفه يبقى هو وصل للمستوى اللي يمكن ان تتحمله النواه في نواه موجوده وفي نفس الوقت تصل اليه انزيمات الايه التضاعف فهو المستوى الذي يستطيع ان يتضاعف فيه الدي ان ايه هو ان يكون في صوره نيوكليوسومات ليس في صوره جزيء دي ان ايه ولا في صوره كروماتين لانه سيكون معقد بالبروتين وبالتالي لن تصل اليه الانزيمات الخاصه بالتضاعف تركيب المحتوى الجيني وعايزين نيجي نعرف هنا كلمه محتوى جيني عشان لما نيجي بعد كده في الجينوم البشري هيبقى هو برضو محتوى جيني بس ولكن خاص بالإنسان بالخلايا البشرية لكن ده تركيب محتوى جيني خاص بالكائنات الحية كلها تركيب المحتوى الجيني ما معنى كلمة المحتوى الجيني؟ هي من كلمة محتوى واضحة محتوى جيني يعني أنا عايز أقول كل دي إن إيه أو كل الجينات الموجودة في خلية الفرد لكن جونيوم أنا كده بتكلم عن كائن حي جونيوم يبقى أنا إن شاء الله هتكلم عن خلايا البشرية اللي هناخدها في آخر الجزء طبعا العلماء بدأوا يوصلوا بالتقنية العلمية الحديثة إن هم قدروا يعرفوا تتابعات النيوكليوتيدات المحمول على الدي إن إيه ومن خلالها قدروا يتعرفوا على الجينات وهل يا ترى الجين ده وطبعا كلمة جين أكثر إيضاحا من كلمة شفرة خلينا نقول عليها جينات الأول لما كنت بتكلم عن الدي إن إيه هل يا ترى المحتوى الجيني او النيوكليوتيدات والجينات دي هل هي يا ترى كلها بتشتغل او بمعنى تاني هي شغلتها ايه
هي يا اما هتكون عليها شفره عشان ابني بيها بروتين، يا اما ممكن اكون ابني بيها ار ان ايه بانواعه. قدام هنتكلم ان الار ان ايه عندي له ثلاث انواع، في حاجه اسمها الام ار ان ايه جاي من ان هو ماشنجر يعني رسول، في حاجه اسمها التي ار ان ايه ده ناقل علشان ينقل الاحماض الامينيه، وفي حاجه اسمها ار ار ان ايه اللي هو الريبوسومي المسؤول عن تكوين الريبوسوم. فهل يا ترى الجينات دي او تتابع نيوكليوتيدات اللي على الدي ان ايه هل مسؤول عن انشاء ايه بروتين ولا ار ان ايه بانواعه الثلاثه اللي ذكرناها؟ طبعا ده هيرجع لنا تاني ايه الفرق بقى في الكلام ده ما بين الاوليات وما بين حقيقيات النواه. في اوليات النواه اكيد معظم الجينات اللي في اوليات النواه كلها معبره عن شفره لبناء البروتين، كلها لبناء بروتين او الار ان ايه. لكن الكلام ده مش موجود في حقيقيات النواه. لو انا بصيت على حقيقيات النواه الاقي انه مش كلها بتحمل جينات او شفرات، ولكن يقتصر بس على حوالي 70% من الجينات بتكون مسؤوله عن بناء ار ان ايه والبروتينات، لكن في باقي اجزاء من الدي ان ايه غير معلومه الوظيفه، وبالتالي بتبقى اجزاء من الدي ان ايه غير معلومه الوظيفه. كمان في اجزاء من الدي ان ايه لا تحمل شفرات على الاطلاق، تساعد على ثبات تركيب جزيء الدي ان ايه، وخاصه انها موجوده عند اطراف جزيء الدي ان ايه. بكده اعزائي الطلبه نكون قد وصلنا لختام حلقه اليوم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.